وياكم موسى حربه. تعال بعد بيك. وعلي مشتهري لحمه صار لي 3 ايام ما اكل لحم. علي وياك علي ما اقدر اطلع اللي اسمه دم ما اقدر يطلع والله ينحضر بس الدم. انا بدينا نجمع الحطب حتى نشعلنا نار ونشويه بعد مره يعني نريد ناكل والله. علي وياك علي وياك روح مو تودر عيني. علي وياك يا اخي واحد يشوي على هذا الجو اللطيف. لطيف ها؟ وعلي وهنا شعلنا النار من الهيتر لان وقتها ما عدنا الجداحة. هو هاي النار زينة يا باش عناها من لا شيء يعني تخيلوا ما عاد بس تخيلوا كم زرف صاير بيها. مستني وين انا بدينا نغسل الطيرة. ايش شنو صارت هالقدوت هنا شوية صارت هذا القلب لا دب لا ما قطعنا الله شوف حلاوة. وين انا بدينا نسوي لها لسعات خفيفة حتى نوخر الشعر اللي بقى بيها او الريش. بط والله بط. بس ما انا حضرت دبس الرمان مثل ما تشوفون والدهن ويانا اكيد ما يفارقنا والملح ويانا كذلك ما يفارقنا. وجاي نجهز حتى هسه نملح الطيرة وندهنها ونملح ولا تذب عليها دبس الرمان حتى يطلع الطعم في شيء. وين تخيلت؟ حتى ظهرها شو ما خلي بيه عشتي. رشات خفيفة وهم انت تريد تستوى مخلي لها اهم شيء القلب كثر له ملح. اسمع صوت شوي هاي الطريقة حتى تستوى من فوق ومن جوا. خلنا نذوق الطعم بعد ما طبعا بعد ما شو اسمه مي بشرات لي معون وخذ لي جناح كله. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. خبز ماكو والله انه ليس تمساحا عادي. والله كطعم يعني كلش جيد. اذا تكون جوعان تقدر تاكله وتشبع روحك بيه. بس مو مال الشبع لا بس من يرد لك 3/4 ها؟ 3/4 تشبع. بس هاي مال تسند المعدة يعني. تريد؟ ولهنا تكون انتهت حلقتنا. لا تنسى زر اللايك والاشتراك.